بسم الله الرحمن الرحيم، طلاب الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل بحول الله شرح الإكسرسايز الخاص بالديفرنشال إيكويجن لمقرر ماث 266. هنا بيقول لي solution of differential equation أو solution of differential equation. إزاي أعرف إن y equal function معينة، الفانكشن دي هي عبارة عن solution للديفرنشال إيكويشن؟ ببساطة كده، لو حققت الديفرنشال إيكويشن، يعني لو عوضت بالواي ومشتقاتها والواي داش والواي دبل داش، عرفت ان احصل عليهم وعوضت في الديفرنشال ايكويشن، حققت الديفرنشال ايكويشن، بقت سولوشن للديفرنشال ايكويشن. طيب تعالوا كده ناخد اكزامبل، مثال. مديني هنا ديفرنشال ايكويشن اكس واي داش ماينس واي ايكوال اكس سكوير، وما زلت براجع معاكم دي فيرست اوردر فيرست ديجري لينير ديفرنشال ايكويشن واضع عليها. فبيقول لي فين السولوشن بتاع الديفرنشال ايكويشن، فين حلها؟ هعمل ايه؟ امسك واحده واحده والله اطلع الواي داش واشوف الليفت هاند سايد والرايت هاند سايد، كاني انا عندي كفتين. فهنا بالنسبه لي هنا الليفت هاند سايد الطرف اليسار الاكس، ماشي. الواي داش بالنسبه لي لو اعتبرت ان الواي بتساوي اكس سكوير زائد اي باور اكس، يبقى الواي داش هو عباره عن ايه؟ 2 اكس زائد اي باور اكس ماينس الواي اللي هي اكس سكوير بلس اي باور اكس. هل الكلام ده هيديني اكس سكوير؟ تعالوا كده نشوف. اكس في 2 اكس يبقى 2 اكس سكوير زائد اكس اي باور اكس ماينس اكس سكوير زائد اي باور اكس. ده لا يساوي الاكس سكوير اللي هو الرايت هاند سايد، فبالتالي ده مش سوليوشن. تعالوا نشوف اللي بعديه. انا فقط ايه كل اللي بعمله اللي احنا بنبدا ايه؟ اللي احنا بس بنبدا نعوض مكان كل واي، مكان كل واي هو مديها لي، بحاول اشوف الواي بيساوي اكس سكوير هل هو سوليوشن؟ نفس الكلام، اشوف الليفت هاند سايد اللي عندي، الليفت هاند سايد المقصود بيها الديفرنشال ايكويشن دي. طيب اكس واي داش لو اعتبرت ان الواي بتساوي اكس سكوير، يبقى الواي داش عباره عن 2 اكس، تمام؟ يبقى الواي داش هو 2 اكس. ليه؟ عشان الواي نفسها اكس سكوير. طيب الواي هي اكس سكوير يساوي اكس في 2 اكس ب 2 اكس سكوير ماينس اكس سكوير، 2 اكس سكوير ماينس اكس سكوير باكس سكوير، ايوه يعني بيساوي الرايت هاند سايد. اه يبقى فعلا ده سولوشن، يبقى فعلا ده سولوشن، وهو قال لي اصلا سيلكت 1، يعني هو اكيد هيبقى حل واحد بس، اكيد هو هيبقى حل واحد بس، او هو مديني اختيار واحد بس. طبعا مش لازم اكمل، هو قال لي سيلكت 1. حتى لو انت كملت y equal x y equal x squared minus e power x مش هيطلع سولوشن للديفرنشال ايكويشن. تعالوا كده نشوف البروبلم اللي بعديها، نفس الموضوع. بيقول لي هنا عندي ديفرنشال ايكويشن 2x plus 3y dash minus 3، فبيقول لي ايضا select one، اختار لي واحده من دولت تكون ايه؟ تكون حل للديفرنشال ايكويشن، او لو ما لقيتش هنختار none of these، ولا واحده من دولت يعتبروا solution. لو انا خدت الديفرنشال ايكويشن او خدت الحل الاولاني المقترح اللي هو y بتساوي 2 على 2 x زائد 3، وطبعا انتوا عارفين لو انا حسبت الواي داش هتبقى كام؟ هتبقى نيجاتيف 4 اوفر 2 x بلس 3 اول باور 2. طلعتها ازاي كده يا دكتور؟ اه انتوا عارفين لما بنلاقي f of x يساوي a اوفر g of x، يبقى الديريفاتيف لو هشتق يبقى نيجاتيف ال a في ال g x في الديريفاتيف بتاع ال g x اوفر g x باور 2، يبقى نيجاتيف الرقم اللي فوق في مشتقة اللي تحت على اللي تحت سكوير. فنفس الكلام اهو 2 اوفر 2 x زائد 3، مشتقة الدينومينيتور اللي هو 2 x زائد 3 2، في النيجاتيف اللي فوق يبقى نيجاتيف 4 على الديريفاتيف تحت سكوير او على اللي تحت سكوير. عموما يبقى انا لو عوضت هنا مش هيطلع سولوشن، 2x باور 3 هيروح مع 2x باور 3 واحده منهم، لكن مش هتديني النيجاتيف، نيجاتيف 3 مش هيديني 0. طب لو عوضت بلين 2x بلس 3، الديريفاتيف للين 2x بلس 3 هو عباره عن ديريفاتيف اللي جوه اللين اللي هو 2 اوفر 2x زائد 3، يبقى ده الواي داش. لو خدنا الواي داش اللي هي 2 اوفر 2x زائد 3 وضربناها في 2x زائد 3، خلي بالك هيروحوا مع بعض، هيتبقى 2. هل الاثنين نيجاتيف 3 ايكوال 0؟ لا. لو كانت الرايت هاند سايد دي بنيجاتيف 1 كنت اعتبرت ان الواي ايكوال لين 2 اكس بلس 3، ده سولوشن، لكن هو 0.
حتى لو انت جربت ال y equal to x زائد 3 مش هيطلع حل، جرب كده بنفسك مش هيطلع حل، يبقى فعلا none of these ولا حل من دولت يعتبروا حل للديفرنشال ايكويشن. واضح؟ يبقى لما بيقول لك هل ده حل او لا، كل اللي حضرتك هتعمله هتطلع او هتشوف الحل اللي موجود وتعوض بيه في الديفرنشال ايكويشن. اذا حقق الكلام ده، اذا الليفت هاند سايد كان هو الرايت هاند سايد، يبقى ده عباره عن سولوشن للديفرنشال ايكويشن. طبعا الكلام ده اب تو ناو، بعد كده ان شاء الله احنا اللي هنعرف نحسب الحل الديفرنشال، احنا اللي هنعرف نطلع الحل. طبعا بطرق كتيره جدا، عندي لينير ديفرنشال ايكويشن، عندي هوموجينيوس، عندي سيبرابل ديفرنشال ايكويشن، عندي اكزاكت. طبعا لسه الكلام ده ان شاء الله سابق لاوان. بعد كده نشوف ايضا مثال اخر بيقول لي ايه، فيريفاي اثبت ان الحل ده c1e باور نيجاتيف اكس بلس c2e باور نيجاتيف 4x اذا سوليوشن للديفرنشال ايكويشن y دبل داش بلس 5y داش بلس 4y ايكوال 0. طيب نفس الكلام، عشان اعرف او عشان اثبت ان ده حل هعمل ايه؟ هطلع كده كده عندي الواي، هحسب الواي داش وهحسب الواي دبل داش. وطبعا لازم تاخد بالك ان لو كانت الواي بتساوي اي باور اي اكس، يبقى الواي داش عباره عن اي مشتقه الباور في نفس الاكسبوننشال فانكشن. يبقى اي باور اي اكس الديريفاتيف، اعمل ديريفاتيف للباور، فديريفاتيف الباور اي اكس باي. فقط انا ايه؟ براجع معاك الديفرنشيشن. طيب الواي طبعا c1e باور نيجاتيف اكس بلس c2e باور نيجاتيف 4x، الواي برايم او الواي داش هتبقى نيجاتيف c1e باور نيجاتيف اكس ماينس 4c2e باور نيجاتيف 4x، الواي دبل داش c1e باور نيجاتيف اكس، عملنا ده ديريفاتيف تاني، فالنيجاتيف 1 في نيجاتيف 1 بقت بوزيتيف، وهنا نيجاتيف 4 في نيجاتيف 4 بقت 16 c2e باور نيجاتيف 4x. بعد كده عملنا ايه؟ جاست عملنا سبستيتيوشن، يعني شلت الواي دبل داش من هنا وحطيت مكانها ده اللي هي c1e باور نيجاتيف اكس بلس 16 c2e باور نيجاتيف 4x. ال5 ادي ال5 ملتبلايد باي مين؟ باي الواي داش اللي هي الواي داش. بعد كده بلس ال4y بلس ال4 والواي الاصليه اهي. عملت ايه؟ لقيت ان عندي هنا c1 وعندي c2، خدت ال c1 والc2 كومن فاكتور وجمعت الحاجات اللي جنبهم. يعني هنا في e باور نيجاتيف اكس كتبتها، هنا في 5 نيجاتيف e باور اكس، او في 5 ونيجاتيف واي باور نيجاتيف اكس كتبتها. كان عملت ايه؟ كان خدت السي 1 بس كومن فاكتور والسي 2 كومن فاكتور، وهنا 4 سي 1 اي باور نيجاتيف اكس، فلو خدنا السي 1 كومن فاكتور زي ما اتفقنا هتبقى 4 اي باور نيجاتيف اكس. طيب تعالوا كده نشوف الاي باور نيجاتيف اكس وال 4 اي باور نيجاتيف اكس ب 5 اي باور نيجاتيف اكس، وعندي نيجاتيف 5 اي باور نيجاتيف اكس بقت 0 راحت. نفس الكلام بالنسبه لسي 2، خدت السي 2 كومن فاكتور. اصحى معايا انا بحاول اشرح بسرعه عشان الموضوع احنا بنحاول نحل مسائل. السي 2 خدتها كومن فاكتور ممتاز، بقت هنا 16 اي باور نيجاتيف 4 اكس، وعندي 5 تايمز نيجاتيف 4 سي 2 اي باور نيجاتيف 4 اكس، يبقى وانا اصلا كنت واخد السي 2 كومن فاكتور، يبقى بقت نيجاتيف 20 اي باور نيجاتيف 4 اكس، وعندي هنا 4 سي 2 اي باور نيجاتيف 2 اكس. ايضا نفس الموضوع، ايه اللي حصل؟ 16 وال 4 20 ونيجاتيف 20 0، يبقى معنى كده اداني 0 اللي هو فعلا رايت هاند سايد. يبقى ذيرفور سي 1 اي باور نيجاتيف اكس بلس سي 2 اي باور نيجاتيف 4 اكس اذا سولوشن فور الديفرنشال ايكويشن المعطى. بعد كده يعني دائما في المسائل من النوع ده بيحول لي المساله لاي في بي. كلمه اي في بي معناها انيشال فاليو بروبلم، يعني بيديني انيشال كونديشن. طب هو ليه بيديني انيشال كونديشن؟ عشان اطلع الكونستانتس اللي موجوده في السوليوشن. السوليوشن بتاع الديفرنشال ايكويشن كان فيها كام كونستانت؟ ممتاز، كان فيها 2 كونستانت سي 1 وسي 2، فهو بيديني هنا 2 انيشال فاليو. طب ليه بيديني 2 انيشال؟ عشان كل انيشال هيديني معادله، وطالما انا عندي مجهولين يبقى احتاج عشان احلهم معادلتين. طيب هو عايز ايه هنا؟ هو عايز يطلع الفاليو للسي 1 والسي 2. طيب هعمل ايه؟ هو بيقول لي y اوف 0 ايكوال 6، دي معناها ايه؟ معناها ايه ان y اوف 0 ايكوال 6؟ معناها لو انا في الديفرنشال ايكويشن، في الحل بتاع الديفرنشال ايكويشن، اصحى معايا الحل كان هو ايه؟ صح؟ افتكر معايا كده ان الواي كانت بتساوي سي 1 اي باور نيجاتيف اكس زائد سي 2 اي باور نيجاتيف 4 اكس. تمام، في الحل ده لو انا حطيت الاكس ب 0 تبقى الواي ب 6. فعملنا ايه؟ حطينا الواي ب 6 اهو، وحطينا كل اكس ب 0، وانتوا عارفين ان اي باور 0 بكام؟ ب 1.
فبقت سي 1 في 1 اللي هي سي 1 وسي 2 ايضا اي باور 0 1 يبقى سي 2 يبقى معناها كده ان الديفرنشال ايكويشن الاولانيه او المعادله الاولانيه يعني اللي هي حصلنا عليها لما عوضنا بالانيشال فاليو الاولى هي 6 يساوي سي 1 زائد سي 2. بنفس الموضوع انا هروح واطلع الواي داش. طب الواي داش كيف اطلعها؟ ما احنا مطلعينها من الاهو مطلعينها من المساله اللي فاتت. الواي داش بتساوي كام؟ نيجاتيف سي 1 اي باور نيجاتيف اكس ماينس 4 سي 2 اي باور نيجاتيف 4 اكس. طب هو بيقول لي ان الواي داش اوف 0 ايكوال 2. قال لي كده ولا لا؟ اه قال لي كده. واي داش اوف 0 ايكوال 2. فدي معناها ايه؟ دي معناها روح عند الواي داش. دي الواي داش اهي. دي الواي داش. روح عند الواي داش خلي الاكس ب 0 يعني اي باور 0 هتبقى 1 برضه. وحط الواي داش بكام؟ ب 2. يبقى معنى كده اهو الواي داش اللي هي الاثنين يساوي نيجاتيف سي 1 اي باور 0 يعني نيجاتيف سي 1 زائد نيجاتيف 4 سي 2 اي باور 0 يعني نيجاتيف سي ايه؟ نيجاتيف 4 سي 2. يعني كان المعادله 2 خلينا بس ايه عشان اتلخبطت كده خلينا نكتبها كويس. كان المعادله 2 ايكوال نيجاتيف سي 1 ماينس 4 سي 2. المعادله ديت او المعادلتين دول المعادله دي اهو كتبتها هنا تاني اهو 2 ايكوال نيجاتيف سي 1. الان صار عندي معادلتين في مجهولين هحلهم سيمالتينيوس هحلهم مع بعض. لو انا مثلا عملت اديشن جمعت المعادلتين هيبقى 6 و2 8 سي 1 وسي 1 راحوا مع بعض وسي 2 نيجاتيف 4 سي 2 هيبقى نيجاتيف 3 سي 2 يبقى سي 2 ايكوال 8 اوفر نيجاتيف 3. طيب سي 1 ايكوال كام بقى؟ سي 1 equal 6 minus C2 يعني من equation number 1 من equation number 1 دي C1 بتساوي 6 minus C2. طب ما C2 طلعناها ب 8 over negative 3 يبقى 6 minus minus 8 over 3 ال 6 equal 18 over 3 18 plus 8 يعني 26 over 3. طيب هل كده خلصنا؟ لا. في الاخر لابد تكتب لي بقى ايه الصوره بتاعت الانيشال فاليو بروبلم او الحل بعد ما طلعت الكونستانت. يبقى y equal 26 over 3 e باور نيجاتيف x بلس اللي هو 8 over نيجاتيف 3 اللي هي c2 في e باور نيجاتيف 4x. يعني كتبنا نفس الحل بس عوضنا بايه؟ عوضنا بالكونستانت اللي طلعناه. ما تنساش تعوض بالكونستانت، ما تنساش تعوض بالكونستانت. طيب ده كان اخر حاجه خاصه بالديفرنشال ايكويشن. ان شاء الله في المحاضره القادمه اللي هي اخر محاضره هنستكمل حل الاكسرسايز. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.